وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، تطورات الأوضاع في ظل استمرار الاشتباكات، وهل من جديد بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة؟ نعم أريج، طبعا إذا ما بدأنا من العاصمة العراقية بغداد، فإن الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية تستمر بشكل متقطع في المنطقة القريبة من محطة تعبئة الجيلانية القريبة من ساحة الطيران المتاخمة أيضا لساحة التحرير. هذه المنطقة باتت الآن هي منطقة الصدامات، حيث يحاول المتظاهرون التقدم والسيطرة مرة أخرى على الخط السريع، خط سريع محمد القاسم أو جسر محمد القاسم، الذي يعتبر واحد من أهم الطرق الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، والتي يستخدمها الكثير من العراقيين للتنقل في أرجاء العاصمة. قبل قليل أيضا قوات مكافحة الشغب العراقية أرسلت تعزيزات إلى هذه المنطقة من أجل دفع المتظاهرين بعيدا عن هذه المنطقة، ومنعا منهم لتكرار ما حدث فجر هذا اليوم من سيطرة المتظاهرين على هذا الخط السريع أي جسر محمد القاسم، وكذلك خطوط استراتيجية أخرى في العاصمة العراقية بغداد. حتى هذه اللحظة بحسب مصادر طبية هنالك أكثر من 3 قتلى في العاصمة العراقية بغداد، وعشرات الجرحى الذين إصاباتهم تتراوح بين الاختناق وكذلك إصابات مختلفة جراء لصدمات، وأيضا استخدام قوات الأمن العصي والهراوات والذخيرة الحية. فيما يخص طبعا محافظات جنوب العراق، في البصرة هنالك كانت بعض الأحداث أيضا التي اتسمت بها العنف، حيث قامت عجلة يستقلها مدنيون بدهس 2 من الجنود العراقيين التابعين لفوج الطوارئ، مما أسفر عن مقتلهم. ونفس هذه العربة بحسب مصادر قامت أيضا بإطلاق النار بصورة عشوائية على بعض المتظاهرين في محافظة البصرة، حيث يتجمع أعداد كبيرة من المتظاهرين بالقرب من طبعا قضاء الزبير ويقطعون طرق مهمة في تلك المحافظة. في الناصرية الوضع مشابه بشكل كبير، خصوصا وأن الناصرية هي التي منحت الحكومة العراقية مهلة 7 أيام، والتي انتهت هذا اليوم. يقوم المتظاهرون بقطع العديد من الطرق في هذه المحافظة وتعطيل الدوام الرسمي من أجل تسليط الضغط أكثر على الحكومة العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين. أما في محافظتي ميسان والمثنى، فهنالك الأنباء تفيد بأن نوع من التفاوض جرى بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أسفر إلى فتح العديد من الطرق في هذه المحافظة وعودة الحياة أو الانسيابية للحركة بشكل طبيعي وتدريجي إلى هاتين المحافظتين. فيما يخص اختيار رئيس الوزراء أريج، هنالك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية وكذلك رئيس الجمهورية، الذي أفادت بعض الكتل السياسية بأنه قد يطرح اسم لكي يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في العراق خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي من قبل مكتب رئيس الوزراء. هنالك أيضا أنباء عن اجتماع يجري الآن في القصر الرئاسي في العاصمة العراقية بغداد بين رئيس الجمهورية العراقي وبعض المسؤولين العراقيين. نعم، مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد، شكرا لك.